وضع الخرسانة تحت الماء. تعتبر أعمال البناء تحت الماء بمثابة تحدي لأسباب مختلفة، فهي لا تحتاج فقط إلى المعرفة ومهارات البناء، ولكنها تحتاج أيضا إلى القدرة على استخدام المعدات المائية وإمكانية الغوص والبقاء تحت الماء لوقت طويل. ربما تكون المهمة الشائعة في هذه الحالة هي صب الخرسانة لوضع قاعدة تحت الماء، ويتم اللجوء إلى تكنولوجيا خاصة لصب الخرسانة عندما لا تكون هناك طريقة لإخراج الماء من الخزان. وتستخدم هذه التكنولوجيا خاصة لبناء الجسور والسدود والهياكل الهيدروليكية الأخرى، وكذلك تستخدم لإنشاء خطوط دعم ونقل الطاقة. في المرحلة الأولى من العمل يقوم العمال بتجهيز منطقة المشروع المستقبلي، ثم وضع قوالب خاصة للقاعدة، ومن ثم تركيب أنابيب وخراطيم لإمداد الخليط نفسه. الجدير بالذكر أن الملاط الخرساني المستخدم تحت الماء يختلف في تكوينه عن الملاط الخرساني الذي يستخدم عادة فوق الأرض، فالأول يتكون من خرسانة أكثر ومياه وإسمنت أقل. في النهاية يتم صب الخرسانة المجهزة في القوالب من خلال الأنابيب باستخدام مضخات خاصة. المدهش هو أنه يمكن إنجاز المهمة على عمق يصل إلى 30 متر. بمجرد صب الخرسانة في مكانها الصحيح تزاح المياه الزائدة، ومن ثم تبدأ الخرسانة في التصلب كأي خرسانة عادية. تسوية الحوائط الخرسانية. بعد تقصيص جدار مبنى من الطوب لابد من تسوية السطح لجعله متجانسا وناعما بحيث يصبح مناسبا فيما بعد لتطبيق الدهان، ويتم ذلك إما يدويا باستخدام أدوات خاصة بدائية كالمجارف أو بطريقة أخرى سريعة ومتطورة أكثر يعتمدها العمال الأكثر احترافية لإنجاز العمل بشكل أسرع ولزيادة الإنتاجية في مواقع العمل، وتكون باستخدام آلات خاصة تشطيب الجص. تعتبر تلك الطريقة أسرع بنسبة 70% مقارنة بالطريقة العادية. أولا يتم استخدام قرص ناعم للتخلص من الزوائد الإسمنتية الكبيرة، وبعد ذلك يستخدم قرص أكثر سمكا من أجل التنعيم للحصول على سطح أملس بشكل مثالي. التقصيص. من المعروف أن المرحلة الأولى لتشطيب الحوائط هي التقصيص. في العادة تستخدم أدوات تقليدية لتطبيق الجص على الحوائط، فيستغرق العمل وقتا طويلا لإنجازه. لحسن الحظ أنه حاليا قد أصبحت هناك تقنيات أكثر كفاءة وفعالية. على سبيل المثال أداة خاصة فيها يتم خلط مكونات الجص، وبواسطة مضخة خاصة ملحقة بالأداة يتم رش الجص على الجدار من خلال خرطوم خاص بفوهة. الجدير بالذكر أنه ليس عليك حمل الخزان، فالمضخة قوية بشكل كافي لدفع الخليط من خلال الخرطوم بارتفاع عدة طوابق. وضع علامات الطريق. يمتلك بعض العمال المهارة في تطبيق العلامات المعقدة يدويا على الطرق وبدون أي أدوات. توجد أيضا بعض القوالب الخاصة المساعدة والتي تسمح للعمال بطباعة الأشكال بسهولة وبسرعة أكبر. ومع ذلك فهناك بعض العمال الموهوبين والمحترفين الذين يمكنهم إنجاز المهمة بدون تلك القوالب. دهان الأسقف. هناك من يفضلون طلاء أسقف الغرف بطرق غير عادية لتبدو مختلفة وملفتة للانتباه، ولكن تكمن المشكلة في التكلفة أو أجر الرسامين المحترفين. لذلك فلتوفير المال يمكنك اللجوء إلى بعض الحيل البسيطة. على سبيل المثال تشاهدون هنا عاملا يقوم بتزيين سقف غرفة بطريقة ذكية وغير مكلفة فقط باستخدام قطع من ورق الكرتون ليصنع نمطا يشبه الغيوم في السماء الزرقاء. دهان الحوائط. إذا كنت ترغب في طلاء جدران غرفة كبيرة، فإن أفضل طريقة لتسريع العمل هي استبدال أدوات الدهان التقليدية ببكرة طلاء مزودة بخزان طلاء ميكانيكي، وبهذه الطريقة يمكنك إنجاز المهمة أسرع بنسبة 50% مقارنة بالطريقة العادية، كما أنها طريقة مريحة وبانتهاء العمل لن تشعر بالتعب أو الإرهاق. باستخدام تلك البكرة المدهشة لا يضطر العامل إلى الاستمرار في غمس في علبة الدهان طوال الوقت، فبدلا من ذلك يطبق الدهان اوتوماتيكيا من الخزان إلى سطح البكرة ثم على الحائط. تعتبر تلك أيضا طريقة نظيفة للعمل، حيث تكون البكرة مواجهة للحائط معظم الوقت، فلا تتساقط سوى بضع قطرات من الدهان على الأرضية أثناء العمل. قطع ألواح الفناء.
هل تساءلت من قبل كيف يقوم عمال البناء بعمل الممرات المتعرجة باستخدام القوالب الحجرية مستطيلة الشكل؟ اتضح أن السر يكمن في المرحلة الأخيرة من العمل. في البداية يقوم العمال بعمل رسم وتحديد للشكل المستقبلي للمسار المتعرج، بعد ذلك تتم تغطية السطح بالأحجار والبلاط، ثم يتم رسم الشكل الذي تم تحديده مسبقا على السطح، وأخيرا يقوم العمال بقطع الأجزاء الزائدة من البلاط أو الحجر بواسطة منشار ماسية، وتعتبر تلك هي الطريقة الوحيدة الممكنة لتنعيم الحواف والحصول على شكل مثالي للرسمة المرغوبة. كذلك فهي عملية شاقة ومعقدة وتحتاج إلى الدقة والقوة والتحمل، لذا فإن المناشير التقليدية ليست مناسبة لإنجاز هذا النوع من العمل، فقط الأنصال الماسية هي التي يمكنها القيام بتلك المهمة. أقبية كاتالان: ابتكرت تلك الطريقة لتزيين الغرف بأسقف ذات شكل مميز منذ زمن بعيد، تحديدا خلال عصر الإمبراطورية الرومانية، حيث تعلم الناس آنذاك بناء الأقبية بالطوب. وبعد مرور سنوات طوال وبعد تقدم التكنولوجيا، أصبحت تلك الأقبية شائعة وانتشرت طريقة البناء تلك حول العالم، وتعرف حاليا بأقبية كاتالان. في هذه الطريقة تبدو قوالب الطوب وكأنها تخالف قوانين الفيزياء، والغريب أن البناء الناتج يكون قوياً بشكل مدهش. محاكاة المواد المختلفة: يستخدم الحرفيون مجموعة واسعة من الأدوات والمواد التي تساعدهم في العمل. من أحدث تلك المواد القص الزخرفي السحري، وهو عبارة عن خليط ناعم ومرن يمكن تشكيله بأي شكل تريد. تعتمد تلك الطريقة من قبل البناء لتوفير مواد التشطيب. في هذا المقطع تشاهدون كيفية تطبيق الخليط الخاص على الحائط لمحاكاة مظهر الحجر الطبيعي والخشب الطبيعي أيضا، يبدو السطح النهائي طبيعيا تماما فقط باستخدام بعض مواد التشطيب البسيطة كالدهانات والمساحيق المصنعة خصيصا لمحاكاة المواد الطبيعية. محاكاة بلاط السيراميك: لا شك أن تشطيب الأرضيات باستخدام السيراميك أمر مكلف للغاية، خاصة إذا كانت المساحة كبيرة. لذلك يعتمد الكثير من العمال ذوي الخبرة على تطبيق طريقة بديلة وسهلة وغير مكلفة لتشطيب الأرضيات، وتحاكي السيراميك بشكل يصل إلى التطابق من حيث المظهر. في هذه الطريقة يقوم العمال أولاً بصب طبقة قاعدية من راتنجات الإيبوكسي على الأرضية الخرسانية للحماية. ولكي يحاكي السطح النهائي مظهر السيراميك، يتم نثر نطفات خاصة على السطح. وفي المرحلة الأخيرة تغطى الأرضية بطبقة أخرى من راتنجات الإيبوكسي، وبعد جفافها يدهن السطح بطبقة ملمعة أو مطفية حسب رغبة العملاء. في العموم تعتبر هذه الطريقة أسهل وأسرع بكثير من التشطيب بالسيراميك، وكذلك يكون السطح النهائي جميلا وناعما وقوي التحمل ومقاوم للخدوش. محاكاة قوالب الرصيف الخرسانية: في أي متجر متخصص في بيع أدوات ومواد البناء، يمكنك العثور على عدد ضخم من الوحدات والأدوات المصممة خصيصاً لمساعدتك في محاكاة الأشكال المختلفة، حتى قوالب الرصيف الخرسانية وأحجار الأرضيات. الجدير بالذكر أن هناك تشكيلة واسعة من الوحدات التي تختلف من حيث درجة التعقيد، بعضها مصمم فقط لعمل فواصل واقعية ناعمة، والبعض الآخر مصمم ليس فقط لعمل فواصل ولكن لمنح السطح ملمس أكثر واقعية. فتح النوافذ والأبواب: في هذا المقطع تشاهدون أحد الحرفيين يقوم بتفريغ حائط خرساني لفتح نافذة باستخدام منشار ماسية، وهي في الواقع مهمة شاقة وخطيرة للغاية. في هذه الحالة يبلغ سمك الجدار حوالي 33 سنتيمتر، لذلك يستخدم العامل منشارا ماسيا ضخما بقطر 76 سنتيمتر. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من تقنيات البناء المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.